أيضا مشاهدينا الكرام مع أخبارنا الرياضية المحلية، حيث سيقوم 21 متسابقا بقطع 670 كيلو مترا، وهي مسافة السباق لرالي عمان الدولي 98 والذي انطلق صباح هذا اليوم. أعطى صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد قائد البحرية السلطانية العمانية صباح اليوم إشارة البداية لإنطلاق رالي عمان الدولي 98 الذي يعتبر أحد مراحل راليات الشرق الأوسط. نتابع أحداث مراحل اليوم الأول. حيث كان السائق الإماراتي محمد بن سليم أول المنطلقين على سيارته من الفئة A. ثم تلاه المتسابق الوطني حمد الوهيبي على سيارته من الفئة N. ثم ميشيل صالح على سيارته من الفئة A. ثم بقية المتسابقين البالغ عددهم 18 متسابق ينتمون لسبع دول هي الإمارات وأستراليا وألمانيا وقطر وبريطانيا وجمهورية التشيك وسبع متسابقين من السلطنة. وانطلق المتسابقين يجولون المناطق الوعرة حيث بدأ التنافس على أشده منذ البداية، ونفذت المرحلة الأولى وتعرف بمرحلة المشاهدين في منطقة نادي عمان للسيارات. ثم اتجه المتسابقين إلى مرتفعات المطار حيث تم تنفيذ المرحلة الثانية التي تميزت بالإثارة، فمنذ البداية أظهر بن سليم أنه المرشح الأول بلا منازع، ومن خلفه حمد الوهيبي بسيارته من الفئة N. ثم منطقة الأنصب حيث تميزت الطريق هناك بالسهولة، ونفذت المرحلة الرابعة في منطقة سعال حيث اعتبرت هذه المرحلة أصعب المراحل لتعرج الطريق ووجود المطبات الرملية الشديدة، وقد حاول الوهيبي أن يتغلب على بن سليم في هذه المرحلة وقرب الفارق كثيرا، ولكن وجود بعض المشاكل في الإطارات حال دون ذلك. وتعتبر المرحلة الأخيرة التي نفذت في منطقة الخوض أكثر سهولة للمتسابقين حيث خلا الطريق من التعرجات والمطبات والحجارة. وبذلك يكون محمد بن سليم على سيارته الفورد ذات الفئة A متصدرا لمراحل اليوم الأول بزمن ساعة ودقيقة واحدة وتسعة واربعين ثانية، وجاء حمد الوهيبي ثانيا بسيارته المستبيشي ذات الفئة N بزمن ساعة واربع دقائق وتسع ثواني، متقدما على براين ميغلي بسيارته الفورد من الفئة A الذي أحرز ساعة وسبع دقائق وست ثواني، فيما جاء رون كرين رابعا بسيارته ذات الفئة N بزمن ساعة وسبع دقائق واثنى وعشرين ثانية. أما بقية المتسابقين العمانيين فجاءت نتائجهم كالتالي: منصور البلوشي جاء في المركز السابع بزمن ساعة وستة عشر دقيقة وستة وثلاثين ثانية، وجاء وائل العوفي تاسعا بزمن دقيقة وثمانية عشر ثانية وواحد وعشرين جزء من الثانية، فيما حل نزار الشنفري في المركز الأول للفئة S حيث لا تحتسب نتائج هذه الفئة ضمن رالي الشرق الأوسط وتعتبر النتائج محلية خاصة برالي عمان الدولي. وغدا ستكون بقية المراحل أكثر صعوبة لأن المتسابقين سيتجهون إلى منطقة العامرات حيث الطرق الوعرة والتضاريس القاسية، مما يعطي فرصة جيدة لسائقي الفئة A.
وبهذا اختتمت مراحل اليوم الأول البالغة 6 مراحل من مجموع 12 مرحلة بتصدر المتسابق الإماراتي محمد بن سليم، وحل حمد الوهيبي ثانيا. غدا تستكمل بقية المراحل، فهل يحافظ بن سليم على تصدره أم هناك مفاجأة من حمد الوهيبي؟ هذا ما سنعرفه يوم غد حيث تستكمل بقية المراحل. سالم بوسلطان العبري، رالي عمان الدولي 98. كانت هذه جولة من الأخبار الرياضية المحلية، وهذه نقلة بكم مشاهدينا الكرام إلى أخبارنا الرياضية العالمية.